قرأ آلاف الكتب واحتفظ بها، ثم استعان بصناديق خضروات ليصنع مكتبة منزلية رائدة ومتاحة لهواة المطالعة مجانا. مكتبة رائد طوال من مأدبة في هذا التقرير. كمية هائلة من الكتب موجودة على رفوف. خلال فترة سابقة من طفولتي كنت أعمل مكتبة صغيرة بيتية، ولكن للأسف ما كنت مهتم في تجميعها. أصبح عندي كم من الكتب، بدأت أجمع في منزلي الكتب. صار عندي مكتبة بيتية خاصة في العيلة، لكن هذه بدأت تظهر عندي الرؤية، والرؤية هي أن هاي الكتب اللي بدأت تتجمع عندي أعملها مكتبة يستفيدوا منها الناس. كانت في الفترة الأولية بحدود 15، لما جردتهم الجردة الثانية كان عندي بمعدل 20,000 كتاب. هذه 20,000 كانت محطوطة في غرفة. قلت بدي أعمل، ما في مصاري، ما فيش إمكانيات، ما فيش حدا قابل يساعدني. في الصدفة كانت هناك بوكسة فيها مجموعة من الكتب، قلت أنا ليش ما أقلبها. هذا الحكي في 2018، قلت خليني أقلبها وأشوف بتزبط ولا لا. 7 بوكس وعملت لهم رابط من الخشب، وصارت عبارة عن خزانة تكلفتها بسيطة جدا. بديت ألم البوكس من تبعون الخضرة، كل يوم أحمل معي 3-4 بوكس من الخضرة وأروح فيهن على المكتبة في الليل أسهر وأجمعهن، ولما انتلت المكتبة كلياتا. هذا المكان جعله لكل محبين القراءة أن يأتوا إلى هذا المكان، يستعيروا الكتاب ويقرأوا فيه وبدون مقابل، بدون رسوم، بدون أي ناحية مادية، أقوم بضيافتهم من غير مقابل.